مشاهدينا الكرام، جولة إخبارية جديدة من البوابة نيوز، أهلا بكم. ونبدأها بأهم الأخبار المحلية والعربية. توفي محمد مرسي العياط بعد تعرضه لنوبة إغماء عقب رفع جلسته محاكمته اليوم في قضية التخابر. وأفادت مصادر بأن المتوفى قد طلب كلمة من القاضي وسمح له بالكلمة، وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة. بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جولة أوروبية تشمل كل من بيلاروسيا ورومانيا، حيث تشهد الزيارة مباحثات حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وذلك خلال لقائه المرتقب مع نظيره البيلاروسي وكل من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب. ويرافق السيسي وفد يضم كل من السفير سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وعدد من المسؤولين. استعدت أجهزة وزارة الداخلية بخطط أمنية شاملة تستهدف تأمين فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ لحظة وصول الفرق المتنافسة والضيوف إلى أرض الوطن، وتم تعيين الارتكازات الأمنية أمام الاستادات والشوارع المؤدية إليها للقيام بعمليات التأمين والتنشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور. ينطلق غدا بالقاهرة المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية تحت عنوان المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 من يونيو، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين والوزراء من مصر والقارة السمراء. ويأتي هذا المؤتمر في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019. تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم من صد هجوم شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران صوب منطقة الجبلية بمديرية التحيطة جنوبي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، وألحق خسائر فادحة في صفوف الميليشيا وعتادها. واستهدفت مدفعية القوات اليمنية المشتركة تعزيزات للانقلابيين بشكل مباشر، مما ضعف من خسائرهم البشرية وأجبرت من نجا منهم على الفرار. ورياضيا، استقر المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني إلى حد كبير على التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به افتتاح مباريات المنتخب في بطولة الأمم الأفريقية والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل. ووفقا لمصدر بجهاز المنتخب الوطني، فإن التشكيل الأقرب للمنتخب سيكون أحمد الشناوي في حراسة المرمى، محمود علاء وأحمد حجازي وأحمد المحمدي وأيمن أشرف في خط الدفاع، طارق حامد ومحمد النني في خط الوسط المدافع، محمد صلاح، عبد الله السعيد، محمود حسن، تريزيجي في خط الوسط المهاجم، ومروان محسن في الهجوم. وفنيا، حققت المقدمة الإعلانية الرسمية للجزء الثاني من فيلم الكنز الحب والمصير للمخرج شريف عرفة 1,000,000 مشاهدة بعد 48 ساعة من إطلاقه عبر صفحة الفيلم الرسمية على الفيسبوك. ومن المرتقب إطلاق الفيلم في دور العرض المصرية شهر يوليو المقبل وقريبا في باقي الدول العربية. للمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا www.البوابة نيوز.com. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.